إن من أسباب الوضع نصرة الفرق والأحزاب، وقد بدأ بهذا حزب الشيعة، فإنهم أول الوضاعين كما نقل ابن الجوزي عن حماد بن سلمة قال: حدثني شيخ لهم: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا الموضوعات، وإن مما وضعوه علي خير البشر من شك فيه فقد كفر. ووضع جهلة السنة: أبو بكر يلي أمتي بعدي. وأما الخوارج فهم أقل الفرق كذبا لاعتقادهم بكفر مرتكب الكبيرة والكذب كبيرة. وقال في الكفاية: إن البعض قالوا إنهم أصدق الناس حديثا، ولكن روى الحاكم وقال: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو نعيم الحلي قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة قال: سمعت شيخا لهيعة قال: سمعت شيخا من الخوارج ابن لهيعة محدث كبير دائما أقرأه كنت دائما أقرأه ونحن. قال: سمعت شيخا من الخوارج ثاب إنك تجعله مصغرا وكان مكبرا فضل تاب أو ثاب من الخوارج ثاب نعم أو رجع. سمعت شيخا من الخوارج ثاب أو رجع وهو يقول: إن هذه الأحاديث دين إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ثم روى الحاكم عن سليمان بن حرب قال: دخلت على الشيخ وهو يبكي فقلت له: ما يبكيك؟ قال: وضعت 400 حديث وأدخلتها في برنامج الناس فلا أدري كيف أصنع. والقدرية هم الذين ينكرون القدر وينفون خلق الله لأفعال العباد، فاختلقوا قولهم: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فالسعيد من وجد لقدمه موضعا فينادي مناد من تحت العرش: ألا من برأ ربه من ذنبه فليدخل الجنة والمرجئة الذين لا يعبؤون بالأعمال قالوا: إن الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي، فزيادته كفر ونقصانه كفر. السبب الثاني: السياسة والتقرب إلى الحكام. فبعض من كانوا يدعون إلى خلافة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقدونه وصيا في هذا، اخترعوا له روايات كما ذكرنا، وقد فعله جهلة أهل السنة كذلك مقابلة فأعاذ الله وعافانا. ومن كان يدعو إلى بني العباس وأرادوا أن يرضوهم اخترعوا قولهم: العباس وصي ووارثي. وروى الحاكم قال: حدثنا أبو أحمد علي بن محمد المروزي قال: حدثنا أحمد بن كبر البغدادي مولى بني هاشم: سمعت داود بن رشيد يقول: دخل إبراهيم بن غياث ابن إبراهيم على المهدي، وكان يعجبه الحمام الطيارة التي تجيء من الأماكن البعيدة، فروى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأسباب لا سبقة. لا سبق الأخف لا سبق إلا في خف لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما قام وخرج قال: أشهد أن قفا هذا قفا كذاب أشهد أن قفى هذا قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما قال رسول الله أو جناح، ولكن أراد التقرب إلينا فاذبح الحمام يا غلام. ثم قال الحاكم: سمعت أحمد بن محمد بن سمعت أبا العباس محمد بن عبد الرحمن الدعولي سمعت أبا بكر بن أبي خيثمة
سمعت أبو بكر بن خيثمة أبي خيثمة ابن أبي خيثمة يقول دخل غياث بن إبراهيم على المهدي فذكر الحكاية وزاد فقيل يا أمير المؤمنين ما ذنب الحمام؟ قال من أجلهن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن مختار بن أبي عبيد الثقفي قال لرجل من أصحاب الحديث ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة، وطالب له بترة ولاة وهذه 10,000 درهم وخلعة ومركوبا وخلعة هي منصوبة وهذه 10,000 درهم وخلعة ومركوب وخادم وهذه 10,000 وخلعة ومركوب وخادم. فقال الرجل أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ولكن اختر من شئت من الصحابة وأحطك من الثمن ما شئت. الموضوع الثالث التعصب المذهبي، كما روي أنه قيل لمأمون بن عبد الله بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي وإلى من تبع له بخراسان؟ فقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، وخير لمحمد بن عكاشة الكرماني مدينة في إيران، وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني إن عندنا قوما يرفعون أيديهم في الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع. فقال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. الرابع لجلب المنفعة لنفسه أو عداء لأحد، كما روى أبو بكر محمد بن المؤمل ابن حسن ابن عيسى قال حدثنا عبيد بن إسحاق القيس الكوفي قال حدثنا سيف عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. فقال لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. أو كما وضع محمد بن عبد الملك الأنصاري وكان أعمى فقال من قاد أعمى 40 خطوة ولبت له الجنة. الخامسة الزندقة ومعاداة الإسلام، والزنديق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام ليتدخل في الدين ويسعى مبطلا ومشويا. فقال حماد بن مسلم وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث في الكفاية. واعترف عبد الكريم بن أبي العوجاء قبيل قتله أنه وضع 4,000 حديث يحرم فيها الحلال ويحلل فيها الحرام. وكما وضع محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعة أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، هكذا في التدريب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد بدأنا بعنوان أسباب الوضع ودواعيه. قال ابن أبي الحديد وهو شيعي إن أصل الركازي في أحاديث الفضائل كان من الشيعة، فإنهم قد وضعوا أحاديث في صاحبهم وحملهم على وضع عداوة خصومهم، فلما رأت البكرية وضعت لصاحب أحاديث في مقابلة هذه كذا في شرح نهج البلاغة. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه ما الفضائل فلا تحصى، كم وزع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية فضائل الشيخين لسان الميزان. وقال المحدث الشريك بن عبد الله احمل عن كل من لقيد إلا الرافضة فإنهم يزعون الحديث ويتخذونه دينا ميزان الاعتبار. فنقول إذن أن من أسباب الوزع
نصرة الفرق والأحزاب. لماذا يزعم؟ لكي ينصروا فرقتهم وحزبهم. وقد بدا بهذا حزب الشيعة، فإنهم أول الوزاعين، كما نقل ابن الجوزي عن حماد بن سلمة قال: حدثني الشيخ لهم إلى الشيعة، كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. هكذا ذكر في الموضوعات. وإن مما وزعوه، يعني أي الشيعة، علي خير البشر، من شك فيه فقد كفر. مفهوم؟ وضع جعل السنة مقابلة أبو بكر يلي أمتي بعدي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبو بكر يلي أمتي بعدي. قد وضعوه مقابلة. مفهوم؟ التعصب المذهبي، التعصب المذهبية، العصبية المذهبية. هل يعني يعتبر هذا من وضع مثلا ما يسمونه النواصب؟ يعني ليس من جميع. نعم. وأما الخوارج فهم أقل الفرق كذبا لاعتقادهم بكفر مرتكب الكبيرة، كما قلنا في مسألة الإيمان. هل الإيمان بسيط أو مركب؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول إنه بسيط. المحدثون والمعتزلة والخوارج يقولون إن الإيمان مركب. مفهوم؟ يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. ولأجل ذلك في المكره سقط الإقرار وهو المؤمن إلى الآن. والفاسق يكون مؤمنا وإن لم يعمل عمل الصالحات ويرتكب الذنوب الكبائر. مفهوم؟ ولكن لا نكفره، فمعنى ذلك أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو أمر بسيط. إما يكون وأن لا يكون، إما يكون أو لا يكون. ويقول المحدثون والمعتزلة والخوارج: الإيمان مركب. مركب من أيش؟ فيقول منه الشافعي رحمة الله عليه: إن الإيمان مركب من الإقرار والتصديق، وأما الأعمال فهي مقتضيات الإيمان كما يقوله الحنفية. وأما المحدثون الآخرون والمعتزلة والخوارج فإنهم يقولون أن الإيمان مركب من الإقرار والتصديق والعمل، ويعبرون عن هذا التركيب بالإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. ولكن إنهم اختلفوا فيما بعض، فقال المحدثون كالإمام البخاري والإمام مسلم وما إلى ذلك، فإنهم قالوا إن الأعمال جزء تحسيني للإيمان وليس بجزء تركيبي. مفهوم؟ كبياض هذا الحائط، جزء من الحائط ولكن ليس بجزء عنصري أساسي، وجزء تحسيني، جزء تزييني، فهذا يقولون. مفهوم؟ ويقول المعتزلة والخوارج: بل الأعمال الصالحة الجزء التركيبي من الإيمان. فإذا ما عدمت الأعمال أو إن عدمت الأعمال انتفى الإيمان. وإذا ما انتفى الإيمان هل يصير الرجل كافرا أم لا؟ يقول الخوارج: إنه هناك إيمان أو كفر، فإذا ما لم يقى مؤمنا صار كافرا. ويقول المعتزلة إن هناك منزلة بين المنزلتين، بين الإيمان والكفر. المنزلة عندهم الأركان الخمسة لمعتقداتهم، عندهم أركان خمسة لمعتقداتهم، واحد منها إيش؟ المنزلة بين المنزلتين. عليك أن تدرس علم الكلام. صوب إن شاء الله. قد كتبت كتابا كتيبا صغير، الفرائد في العقائد، جمع فريدة، صفة الضر بالدال. نعم، فرائد في العقائد. وكتبت كتابا آخر، علم الكلام تاريخه وارتقاؤه. وعلى كل حال سوف نبدأ بالفرائد. ماذا تريد؟ أتريد؟ إن شاء الله. فعلى كل حال
إنهم يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، فهذا الرجل لا يصفونه لا بالمؤمن ولا بالكافر. مفهوم؟ standing in corridor. Got it? So somebody asked me that what the Mu'tazila are doing. I said they are standing in the corridor. وعلى كل حال فإذا ما لم يكن الإيمان مركبا فلا يزيد ولا ينقص. لأن البسيط لا يزيد ولا ينقص. مفهوم؟ وأما الآخرون فإنهم يقولون إنه مركب، والمركب فيه احتمال الزيادة والنقصان. ولكن أبا حنيفة رحمه الله عليه يقول إن الإيمان والكفر نقيضان. إن الإيمان والكفر لا فقط زدان، إنهما نقيض. هناك فرق بين النقيضين وبين الزدين. مسألة منطقية، ما هو الفرق؟ لا يجتمع النقيضان. لا يجتمع النقيضان، يجتمع الزدان كذلك. كيف؟ لا يجتمع الزدان ولا يجتمع النقيضان، ولكن النقيضان لا يرتفعان والزدان قد يرتفعان. نعم يزولان. مفهوم؟ الزدان يذولان والنقيضان لا يذولان. مفهوم؟ فأمثل لك النهار والليل زدان النقيضان؟ نقيضان، لأنهما لا يرتفعان، فإما يكون الليل فإما يكون نهارا. السواد والبياض زدان، لأنهما قد يرتفعان فيكون الشيء أحمر وأخضر وما إلى ذلك. والإيمان والكفر نقيضان، ليس بزدان، حتى نقول ليس مؤمن ولا كافر، إما يكون مؤمنا أو كافرا. مفهوم؟ ونقص أحدهما زيادة الآخر، وزيادة أحدهما نقص الآخر. فهمت هذا؟ فإذا ما قلنا إن الإيمان نقص فالكفر زاد في شخص واحد. مفهوم؟ أو يمكن أن نقول عن أحد إنه مؤمن 80% وكافر 20%. يمكن؟ لا يمكن. فإذا ما لا يمكن فمعنى ذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فهم يقولون للمحدثين إنه لا يؤولون في الآيات أو في النصوص. هذه مسألة، هذه مسألة. إن في الآيات ويزيدهم هدى ويزيدهم هدى، زادتهم إيمانا، يزيدهم إيمانا. فيقول أبو حنيفة رحمة الله عليه انظر، إذا ما لم يوجد شيء في الواقع وقد ذكر في الألفاظ فماذا تفعل به؟ الحقيقة إذا كان متعسرا متعذرا فماذا نفعل؟ فيقول نسير للمجاز. وما كذلك؟ والزيادة لها معاني، زيادة في الكمية وزيادة في الكيفية، زيادة في الكمية وزيادة في الكيفية. فهذه زيادة الكيفية، القوة والضعف، لا زيادة في الكمية. 80% أو 90%. مفهوم أم لا؟ لكن أليس ذلك نفس الشيء؟ لا 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 قط. القوة والضعف، القوة شيء آخر. مفهوم؟ الكمية، الكمية لو قطعت يديك الكمية نقصت، لكن هذا في الأشياء المحسوسة الكمية نقصت. مفهوم؟ ولكن لو ضعفت يداك الكمية لا تنقص، الكيفية نقصت. لكن هذا في المحسوس، غير المحسوس. غير المحسوس لابد وأن يقاس على المحسوس لتقريبه إلى العقول. ماذا تفعل في النصوص؟ ماذا تفعل في النصوص؟ تمثل للمعقول بالمشاهد، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء. كيف ما يستوقد نارا في المحسوس وهذا في المعقول؟ طيب ماذا عن قول علي رضي الله عنه وأرضاه أن الإيمان إما في زيادة أو نقصان؟ نفس الشيء، يعني ما دام جاءت كلمة الزيادة والنقصان في الإيمان فهو في الكيفية لا في الكمية. فهمت أم لا؟
بابا is Baba. When he is explaining, he is explaining. فعلى كل حال أينما قلنا؟ كنا في نص الفرق. في وأما الخوارج فهم أقل الفرق كذبا لاعتقادهم بكفر المرتكب الكبيرة. فعند الخوارج إذا ما ترك أحد فرض صلاة بدون أي عذر شرعي فإنه صار كافرا. مفهوم؟ هذه هي قاعدتهم الأصولية. وقد قال بهذه أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إن ذلك صلاة كافر، ولكنه يعني لا على أساس ما يقوله الخوارج، ولكن على أساس الحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فصار الشافعي رحمة الله عليه إنه صار كافرا فقال نعم، فقال كيف ما يصير مؤمنا إن راه؟ فقال بكلمة لا إله إلا الله أن محمد عبد الرسول، فقال إنه لم يتركها، إنه ترك الصلاة فقط لم يترك الكلمة، فقال بالصلاة هي الصلاة الآتية. يصير مسلم بالصلاة الصلاة الآتية. فقال الشافعي هو الكافر يستأهل أن يصلي؟ هل يصلي؟ كيف ما يصلي؟ كيف ما يدخل في الصلاة؟ فكيف ما يسلم بالكلمة وهو يقول الكلمة مع ترك الصلاة؟ فقال أحمد بن حنبل وعلى كل حال يا شيخي هذا ما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أفتي بكفر. مفهوم؟ وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه من ترك الصلاة متعمدا ما هو معنى التعمد هنا؟ ما هو معنى التعمد هنا؟ نفس المعنى في قوله الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فما هو التعمد؟ مستحلا قتله. ومن قتل مؤمن مستحلا قتله لاجل الايمان. ولاجل ذلك يقول من قتل احدا، من قتل مؤمنا، والمؤمن لفظ مشتق، والمؤمن لفظ مشتق، والحكم اذا رتب على المشتق فعلة الحكم مبدأ الاشتقاق. علة الحكم مبدأ، ومن قتل مؤمنا لأجل إيمانه متعمدا مستحلا قتله فهذا كفر فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وإلا فلم يقل حتى وأحمد بن حنبل بخلوده في النار، بخلود القاتل في النار. هل قال؟ لم يقل. فقال نفس الشيء في حديث الرسول من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، إيه مستحيل أن ترك الصلاة، لا بأس، فلا بأس، فهذا نفي الاعتقاد فقد كفر. فعلى كل حال، فهمت أم لا؟ ماذا تظن ببابا؟ لا ببابا شنودة ولا بابا نيروتيكا، بابا كوفي، بابا شنودة ماذا؟ وقال في الكفاية نعم. فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة، الكبيرة الواحدة هو كافر، والكذب كبيرة فلأنهم لا يكذبون. وقال في الكفاية إن البعض قالوا إنهم أصدق، إن بعض العلماء قالوا إنهم أصدق الناس حديثا الخوارج، ولكن روى الحاكم قال سمعت أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم الحلي قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال سمعت الشيخ من الخوارج ثاب ورجع وهو يقول إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، فإنا كنا أي نحن الخوارج كنا إذا هوينا اشتقنا أو أحببنا أمرا سيرناه اجعلناه حديثا، ما اختلعنا له أو اختلقنا له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فمن ذلك إنهم كانوا يخترعون الأحاديث. ثم روى الحاكم عن سليمان بن حرب قال دخلت على الشيخ ويبكي فقلت له ما يبكيك؟ قال وزعت 400 حديث وأدخلتها في برنامج الناس، في برنامج الحديث، في إيش؟ في برنامج الحديث للناس، ولا أدري كيف أصنعها، يعني كيف ما أخرجها من ذاك البرنامج. هو نفس ذاك الشيخ؟ لا شيخ آخر خارجي. خارجي. والقدرية هم الذين ينكرون القدر،
وينفون خلق الله لأفعال العباد. فهذه مسألة اختلافية بيننا وبين القدرية، فإنهم يقولون إن العبد هو خالق لأفعاله، ونحن نقول إن العبد كاسب لأفعاله، وأما الخالق فهو الله عز وجل بقوله تعالى وأنه خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وعملكم، فالله خلق الزنا يرتكبها الإنسان، مفهوم؟ والله خلق الخنزير يأكلها الإنسان. فعلى كل حال فاختلفوا قولهم. إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، وإنهم يقولون إذا ما قلت أن الله خلق لو لم يكن العبد خالقا لأفعاله ويكون الرب خالقا لأفعاله، ويكون الرب خالقا لأفعاله ومن أفعال الإنسان الزنا، فهل يطلق على الله أنه الزاني؟ ومن أفعال العباد السارقة، هل يطلق على الله السارق؟ وهذا الفساد قد أتى، هذا الفساد قد أتى من قولكم إن الله خالق لأفعال العباد. هذا استدلال. فنحن نقول لهم إن الله عز وجل، ماذا تقولون في الكلب والخنزير؟ الله خلقهما أو أنتم خلقتهما؟ فقالوا الله. فالله خلق فعل العباد السرقة وتقولون فإذا يطلق عليه السارق، وهذا لا يجوز. فإن الله عز وجل خلق الكلب فإذا يطلق عليه كلب فبهت الذي كفر. يا سبحان الله، كيف ما يقولون فاختلفوا قولهم. إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد، فالسعيد من وجد لقدمه موزعا فينادي مناد من تحت العرش، ألا من برأ ربه من ذنبه فيدخل الجنة. إلم يقول بالنسبة إلى ذنبه أن ذنبه مخلوق الله عز وجل، بل يقول إنه مخلوقي، مفهوم؟ فهذا حديث اخترعوه. والمرجئة الذين لا يعبؤون بالأعمال قالوا إن الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي، فزيادته كفر ونقصانه كفر، زيادته كفر ونقصانه كفر. ولأجل ذا قد اختلط الأمر على بعض الناس، فإنه قال إن أبا حنيفة كان من المرجئة، لأنه كان لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، إنه كان يقول بزيادة. نحن نقول إن من أطلق علينا المرجئة فالإرجاء بمعنى التأخير، قالوا أرجع وأخاه، أرجع معنى أخر أمره، أرجع معنى أخر أمره. المرجئة معنى ذلك إن أبا حنيفة رحمة الله عليه يؤخر الأعمال عن الإيمان، يؤخر الأعمال عن الإيمان، لا يجعلونها جزءا من الإيمان، فبهذا المعنى ومن المرجئة مفهوم، ولكن لا المرجئة الاصطلاحية. إنهم يقولون إن من لم يعمل صلاة قط ولم يصم صوما قط فقد آمن فإنه من أهل الجنة، وليس له أن يذهب إلى النار، مفهوم؟ فهذا يقولون المرجئة. فإنهم كانوا يدعون أحاديث، إنهم كانوا يدعون أحاديث كهذا القول، إن الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي فزيادته كفر ونقصانه كفر. يعني هذا هو الذي اخترعوه. الوجه الثاني والسبب الثاني، السياسة والتقرب إلى الحكام. لماذا كانوا يدعون على الحديث وينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتقربوا إلى الحكام والأمراء ويأخذوا عنهم أموالا؟ فبعض من كانوا يدعون إلى خلافة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون وصيا في هذا، اخترعوا له لبعض كما ذكرنا، يعني إن الشيعة قد اخترعوا لما اعتقدوه، وقد فعلوا جهالة أهل السنة كذلك مقابلة أعاذ الله وعافانا. ومن كان يدعو إلى بني العباس وأرادوا أن يرضوهم اخترعوا قولهم العباس وصي ووارثي، ونسبوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس وصي ووارثي. وهذه مشكلتهم، لأن أهل البيت ضد بني أمية لما أثاروا الثورة شاركهم بنو العباس باسم آل الرسول، ولكن فيما بعد
إنهم لم يعطوا الولاية لآل علي أو آل حسين وحسن، ولكن قالوا نحن أحق بالخلافة منهم، لأن الرجل إذا ما مات وكانت له بنت وله عم، من هو العاصب لإرثه؟ البنت أو العم؟ فقالوا العم. فقال العباس كان حيا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن عليا وارثا لأن العم كان موجودا، فابن العم لا يرث. وفاطمة كانت تأخذ صمها كذي فرز، كذي فرز، ولكن لم تكن عصبة. ولأجل ذلك الشيعة يخالفون بمثلة الميراث ويقولون البنت عصبة ليست ذي فرز، ليست ذي فرز، لأنهم قالوا إنها ذي فرز، فكيف ما يقولون إن الورقة الخرافة إرثهم؟ مفهوم؟ شيخ محمد سوف تسمع عني أشياء عجيبة، لأني لا أفعل أي شيء سوى المتابعة والكتب وما إلى ذلك، وإني أتابع كل الكتب الخرافات والخزعبلات وما إلى ذلك، مفهوم؟ حتى أدرك ماذا يقولون. وروى الحاكم قال حدثنا أبو أحمد علي بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد بن كبر البغدادي مولى بن هاشم سمعت داود بن رشيد يقول دخل إبراهيم بن غياث بن إبراهيم على المهدي الخليفة، الخليفة العباس، الحمد لله، دخل إبراهيم بن غياث بن إبراهيم على المهدي وكان يعجب الحياة وكان يعجب ويعجب المهدي الحمام الطيارة التي تجيء من الأماكن البعيدة، إن كان عماله يذهبون بالحمام إلى مكان بعيد ويتركونه وتجيء إلى المحل والقصر، فكان يعجبه. يسمونه الحمام الزاجل. نعم، وكان يعجب الحمام الطيارة التي تجيء من المكان البعيدة، فرواه أي إبراهيم بن غياث حديث، فرواه حديثا إبراهيم بن غياث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نسل أو جناح، لا سبق أي مسابقة، لا سبق إلى مسابقة إلا في خف، الخف للجمل، أو حافر، والحافر لإيش؟ لخير، أو نسل، النسل لإيش؟ لبعض الحيوانات، لبعض الحيوانات، أو جناح، فلا سبق إلا في خف أو حافر أو نسل، هذا هو الحديث، أو جناح أنه زاده لكي يفرح المهدي، فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما قام غياس إبراهيم غياس وخرج قال المهدي أشهد أن قفا هذا قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناحه، ولكن أراد التقرب إلينا، مفهوم؟ فإنه غضب، فقال لخادمه فاذبح الحمام يا غلام، فاذبح الحمام يا غلام، فذبح. ثم قال الحاكم سمعت ابن أحمد بن محمد بن صفا أنظر في كتابي، سمعت أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعولي، سمعت أبو بكر بن أبي خيثمة يقول دخل غياث بن إبراهيم على المهدي فذكر الحكاية، أي هذه الحكاية، وزاد فقيل، أي قيل للخليفة المهدي أمير المؤمنين ما ذبح الحمام، يعني كان من اللازم عليك أن تذبح ذاك الرجل، لماذا ذبحت الحمام؟ قال من أجلهن مجد الحمامات كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لكن هو يعني أعطاه 10,000 قبل الكلمة، يا سبحان الله. وعلى كل حال يعني ليس لنا أي شأن ماذا فعل المهدي، نحن لا نصوب لا عمل المهدي ولا قول إبراهيم لغياث، نحن نقول إن الناس كانوا يدعون الحديث لقرب إلى بكاء. ورؤية أن مختار بن أبي عبيد الثقفي قال رجل من أصحاب الحديث زعلي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كان بعض الخليفة وطالب له، ها وطالب له، وطالب أني كان بعض الخليفة وطالب، يعني أنا أطلب الخلافة له، بترة ولاة، أي قطعة ولاة، يعني إنه خليفة يكون له بترة ولاة، بترة قطعة، بترة قطعة، قطعة ولاة،
وهذه 10,000 درهم، يعني عليك أن تزعلي مثل هذه الحديث، وهذه 10,000، وهذه 10,000 درهم وخلعة ومركوب وخادم. فقال الرجل: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، يعني لا أستطيع أن أقول شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختر من شئت من الصحابة وأحطك من الصنم ما شئت. يعني لا 10,000 تعطيني 5,000 يقول قال أبو بكر إنه خليفة، ولكن على النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن أذهب إلى النار. وهذا يعني مزاح جيد معه. فقال له: يعني حط عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحط لك من السماء ديم. ما هذا ديم؟ التعصب المذهبي. كما روي النووي عن الإمام ابن عبد الله بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي وإلى من تبع له بخراسان؟ فقال إنه كان يعني متعصبا للمذهب الإمام الشافعي. فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أي الشافعي، أضر على أمتي من إبليس. سبحان الله، مفهوم. وكان هو حنفيا، فقال: ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني: إن عندنا قوم يرفعون أيديهم في الركوع، وبعد رفع الرأس من الركوع فقال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، لجلب المنفعة لنفسه أو عداء لأحد. طيب سؤال في هذا الشيخ، طيب كيف يعرف مثلا في هذا يعني أسنده، يعني أسنده لكن المحدثين، لكن المحدثين هذا ما قال هارون الرشيد لواحد مزاع لما أوتي، مفهوم؟ فقال: ولكن ماذا تفعل بـ400,000 حديث؟ فقال: أين أنت من أبي إسحاق الأصبرين وابن مبارك؟ هؤلاء النقاد إنهم كانوا يأخذونه كذلك، فهمت أم لا؟ لكن يعني وضع سندا قويا بثقات. لا ليس في مسألة السند، هل هناك أحد ثقة روى هذا؟ يعني كل من ذكره ثقات. لا لا لا، هل هناك أحد سوى هذا الوزاع روى هذا الحديث؟ فهمت أم لا؟ لجلب المنفعة لنفسي وعداء لأحد. كما روى أبو بكر محمد بن مغمل بن حسن بن عيسى قال: حدثنا عبيد بن إسحاق القيس الكوفي قال: حدثنا السيف عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابن من الخطاب فقال: ما؟ فقال: زربني المعلم فقال: لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. أو كما وزع محمد بن عبد الملك الأنصاري وكان أعمى فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاد أعمى 40 خطوة وأثبت له الجنة. وصلى الله تعالى على خير خلقه. هذا كتاب يعجبك.